جماهير أندية أوروبية عبرت عن أحقية القضية الفلسطينية وأعلنتها مدوية: القدس عاصمة فلسطين. الأشد تعبيرا كانت جماهير السلتيك الاسكتلندي التي نالت هذا العام جائزة أفضل جمهور في العالم. مناصرو النادي الأخضر عرف عنهم التصاقهم بالقضية الفلسطينية. هذا الأمر يعود إلى تشابه قضيتهم مع ما يعانيه الفلسطينيون جراء الاحتلال. أسلاف السلتيك القدماء عانوا الظلم والتشرد ذاتهما اللذين مر بهما الشعب الفلسطيني، وتعود البداية إلى منتصف القرن 19. مجاعة كبرى ضربت إيرلندا، خلفت نحو مليون ضحية، فضلا عن ملايين الإيرلنديين المشردين ليلجأوا إلى مدينة غلاسكو بعد تجريدهم من أراضيهم. وهناك تجددت المعاناة لأسباب عرقية ودينية. أحد رجال الدين الكاثوليك براذر ويلفريد أسس نادي السلتيك في محاولة منه لتأمين مصدر دخل لإطعام المهاجرين الإيرلنديين، فتحول النادي إلى داعم للمحرومين في العالم، وتدرج جمهور السلتيك في إظهار دعمه للقضية والشعب الفلسطينيين، وكذلك لشعب جنوب أفريقيا ضد التطهير العرقي والباسكيين والكتالونيين المطالبين بالاستقلال عن إسبانيا، ورفعوا لافتات ترحيب باللاجئين السوريين. ويلاقي السلتيون استهدافا من أحزاب اليمين، وقد باتت حالهم كحال الفلسطينيين في موضوع دعم الإعلام الغربي لهم. فضلا عن اسكتلندا، ثمة علاقة وثيقة تجمع الكرة الإيطالية بالقضية الفلسطينية. رئيس الاتحاد الإيطالي الأسبق فيدريكو سورديلو أهدى لقب كأس العالم 82 لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية في لبنان. وفي آخر لقاء جمع الأزوري مع نظيره الإسرائيلي، أطلقت الجماهير صفارات الاستهجان في أثناء عزف نشيد الاحتلال، في اعتراف بأن القضية الفلسطينية قضية إنسان.